النهارده نجمنا المصري مصطفى محمد قصف جبهة اللاعب المغربي عز الدين قناحي بسبب ان عز الدين قناحي كان ليه تصريحات على منتخب مصر قبل كده، وقال ان هو منتخب مصر ويمكنه ان يسجل هدفا واحدا فقط ليتقدم بنتيجة 1-0 من ركلة ثابتة. هو حدد لك قالك من ركلة ثابتة، هو فعلا احنا بنجيب من ضربات جزاء بس يعني نسبة كبيرة. ثم يسقط احد اللاعبين على اليمين والاخر على اليسار وتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر. هو نتيجة 1-0 حلوة اوي. مصطفى محمد النهارده في المؤتمر الصحفي سألوه عن تصريح عز الدين قناحي، ومصطفى محمد قال ان هو ما سمعش التصريح ده. قال لك لكن بالارقام احنا عندنا 7 بطولات وعايزين نفوز باللقب الثامن. قال يعني لو عز الدين قناحي قال التصريح دوت فعليه ان يقوم بما نقوم به ويفوز بالبطولات. بس يعني خارج كلام ما قل ودل. قال له عايز تفوز بالبطولات اعمل زينا، جيب جون واقعد اقع بس تفوز بالمباراة وتوصل للنهاية بكل سهولة. طبعا احنا ايه يعني الفوز حلو بس برضه عايزين لعب، فهي المشكلة في كده. المغرب ما شاء الله بيقدموا لعب وفوز، فطبعا دي حاجة كويسة. احنا برضه المفروض نطور من كده، يعني ما ناخدش الموضوع اننا نكمل على الموضوع ده ونفوز بالطريقة دي. ليه ما نوصلش نبقى زي المغرب اللي شرفونا في كأس العالم ووصلوا بقوا مركز رابع يعني بالمجهود وباللعب كل ده. اما احنا في كاس العالم طبعا مش هنوصل للدرجه اللي وصل لها منتخب المغرب الا لو وصلنا لمستوى منتخب المغرب ان هم بيلعبوا كوره حديثه دلوقتي غير اللعب اللي احنا بنلعبه. امم افريقيا دي يعني اخرنا قوي، ولو كسبناها يبقى حاجه ايه نفرح بيها. فطبعا تصريح قوي مصطفى محمد. برضو بقول لمصطفى محمد احنا المفروض نطور من نفسنا شويه برضه، حتة انك تفوز من غير اللعب دي حاجة مش كويسة.